أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى المساندة والدعم للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز والخطوات والإجراءات التي تعزز هيكلها التنظيمي وفق قيم التعايش والحوار البناء بين الدول، مشيدا معالي بالجهود التي تبذلها معالي السيدة صاحبة جافاروفا رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان رئيس الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز ومساعيها الحثيثة والمباركة في تأطير التعاون والتنسيق بين البرلمانات للدول الأعضاء. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي رئيس مجلس الشورى أمام مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي عقد مساء أمس في مملكة البحرين بحضور عدد من رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية والاتحادات البرلمانية، حيث يأتي المؤتمر في إطار الاجتماعات المصاحبة للجمعية العامة 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي. وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على الدور الذي تلعبه حركة عدم الانحياز منذ تأسيسها في مجال دعم كافة الجهود الدولية الخيرة الهادفة إلى تعميق التعاون والتآزر الدولي، وأشار إلى أن مملكة البحرين تعتز بما قامت به من إنجازات رائدة في مجابهة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية من لدن ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والجهود الرفيعة والمتواصلة المبذولة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. يكتسي مؤتمرنا أهمية كبرى بما يحمله إعلان المنامة للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز من تحقيق مطالب حيوية ومناطات مفصلية تسهم في تعميق أطر التضامن والتكاتف العالمي في ظل الحالة الأمنية العالمية المعقدة، حيث نأمل أن يكون للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الدور الفاعل في دعم أهداف الجهود الرسمية المبذولة من حركة عدم الانحياز. على هامش هذا المؤتمر في مؤتمر دول عدم الانحياز، هذا في الحقيقة الشبكة تم تأسيسها من سنتين وإحنا كنا من المؤسسين لهذه الشبكة البحرين. عقدنا أول اجتماع على هامش اجتماعنا في مدريد، وعقدنا الاجتماع الأول العام الماضي في باكو، والاجتماع الثاني دعيتهم أنا إلى البحرين على هامش هذا الاجتماع، والبارحة كان اجتماع موفق، حضر معالي رئيس مجلس الشورى وألقى كلمة بالنيابة عن ملكة البحرين، أيد فيها الشبكة وأكد على أنه راح يقدم كافة الدعم للشبكة لكي تعيد مكانتها البارزة في العالم السياسي أو بين دول العالم.